تحية طيبة نقدم لكم أعزائي المتابعين معرض أسبوع جديد لسوق الفوركس. نواصل ومطلعكم على أهم الأحداث المترقبة في سوق الفوركس لهذا الأسبوع. بداية دعونا نتذكر أهم أحداث الأسبوع الفائت ومن ثم نتحول كالعادة إلى عرض ما ينتظرنا في القريب العاجل. ارتفع مؤشر سهم SP 500 الأمريكي في الأسبوع السابق للمرة الثالثة على التوالي إلى ارتفاعات قياسية جديدة نسبة لترقبات المتفائلة لأرباح الشركات الأمريكية خلال الشهر 12 الأخيرة. يتعين نسبة PE لمؤشر SP 500 لأرباح الأسهم بحوالي 16.5 رقم. هذا الرقم ليس كبيرا نسبة للمتوسط 15.5 PE خلال السنوات العشرين الأخيرة. حسب نفس النسبة على أساس عائدات الشركة للأشهر 12 الأخيرة أعلى بكثير وهي 20.2. قد يعني هذا الأمر أنه في حال عدم إيصال الشركات الأمريكية أرباح كبيرة سيتم المبالغة في تقدير قيمة أسهمها نسبة للسرس على الأقل بمقارنة مع متوسط سعرها خلال الأعوام العشرين الأخيرة. من أسباب القومة تستبدأ أرباح بالنمو حيث تراجعت بمقدار 5% في الربع الأول من عام 2016 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2015. من المتوقع حدوث نفس الشيء في الربع الثاني. من وجهة نظرنا نقوم بمراقبة حالة غير العادية لارتفاع الأسهم الأمريكية وسط الديناميكية الحقيقية المستقرة من داخل الشركات. يقوم التفاؤل المشتركين على توقعات فترات المحاسبة المقبلة. لم تصدر أخبار اقتصادية قوية في أمريكا يوم الاثنين. تعزز الدولار الأمريكي نسبة للإيجابية السابقة لسوق العمل. عقب ذلك ارتفع هبوطا على الرغم من تشجيع تعزز الين الياباني وسط توقع مزيد من التحفيز النقدي من قبل بنك اليابان. ارتفع المؤشر الأمريكي في يوم الاثنين بسبب الأرباح الإيجابية من ألكوا. لم تصدر البيانات الاقتصادية هامة في يومي الثلاثاء والأربعاء. صدرت في يوم الخميس أرباح ربعية قوية لشركة جي بي مورغان وسط تداعيات البطالة الأسبوعية الأمريكية إلى 254,000 مقتربا من الحد الأدنى للسنوات 43 الأخيرة. لم يتجاوز العدد الجديد للبطالة 300,000 الأسبوع 71 وهي أطول مدة زمنية مستقرة في سوق العمل الأمريكية. بسبب هذه الأخبار إيجابية بلغت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعات تاريخية جديدة. صدرت حفلة من البيانات الإيجابية في يوم الجمعة ولكن تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف نسبة للأحداث السياسية الهجوم الإرهابي في فرنسا والانقلاب العسكري في تركيا. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي حسب الغالبية المستثمرين توقعات أرباح مؤشر SP 500 ويترقبون الآن انكماشه بمقدار 4.7% في الربع الثاني بدلا من الترقب السابق 5% حيث يقدرون ارتفاع أرباح الإجمالي بمقدار 1.5% في الربع الثالث. ستصدر في هذا الأسبوع بيانات مختلفة عن سوق السكن وبيانات أخرى بدرجة متوسطة من الأهمية في الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الوقت ستستمر أرباح الربعية للشركات الكبيرة بالصدور والتي ستؤثر على ديناميكية سوق الأسهم. عموما هذا ما سأستوي قولها فيما يتعلق بالأسبوع الجاري. ختاما نتمنى لكم تجارب مربحة مع شركة IFC Markets. طاب أوقاتكم وإلى اللقاء.